بسم الله الرحمن الرحيم. مرحبا بكم في هذه الحصة المسجلة من المحاضرات حول الأبعاد السيكوسيولوجية للتدبير الإداري. هذه المحاضرة هي تكملة لمحاضرة السابقة التي أنجزت حضوريا، التي تناولنا فيها موضوع أبعاد الصحة النفسية للمدبر، تكلمنا فيها كذلك حول الضغوط المهنية، والآن نتحدث عن موضوع في غاية الأهمية، هو موضوع تحفيز العاملين، تحفيز الموارد البشرية. وحديثنا مخصص حول تحفيز الموارد البشرية في مجال المؤسسات التربوية، لأن رغم وجود مشترك هناك شيء من الخصوصية. طبعا سنتناول مجموعة من المحاور حسب ما يسمح به الوقت، حسب ما تسمح به إمكانيات التسجيل. سنتحدث عن مفهوم التحفيز، نصف بنوع من تفصيل عملية التحفيز نفسها، الاحتياجات ومكانتها في التحفيز، وهذا ينقلنا إلى واحد مجموعة من النظريات لابد أن نتناولها، لابد أن نخصصها بالشرح. الموضوع التحفيز فيه نظريات مؤسسة، نظريات أبراهام ماسلو، نظرية إكس إغريك، نظرية ديال هيرزنبرغ إلى غير ذلك، هي نظريات مؤسسة. ثم هناك نظريات حديثة مثل نظرية ماكليلاند مثلا، ونظرية الإنصاف، وحسب ما تسمح به الحاجة سنتناول الجوانب النظرية التي ستكون مفيدة لنا في فهم هذه العملية الأساسية في مجال التدبير. مع الإشارة طبعا إلى أن هذا جزء العرض النظري، وإلا فستتوصلون عبر وسائط أخرى بتمارين العملية التي سنتفاعل بواسطتها، ستنجزونها وسنقوم بمراجعتها، وقد ننجز حصص أخرى عبر برنامج زوم الذي كنا تحدثنا عنه سابقا بشكل تفاعلي، وهذه الحصص نخصصها للأسئلة والأجوبة. إذا نبدأ على بركة الله. أول ما نبدأ به هو المفهوم. المفهوم التحفيز، صحيح أن هذا المفهوم متداول على نطاق واسع، يعني أعتقد بأنه لا شك أن كل واحد منا سيكون استخدم وتحدث عن هذا الموضوع بشكل أو بآخر، لكن هل يا ترى وقفنا عنده؟ التحفيز، إحنا أمامنا هنا تعريف متداول ومشهور، أغلب المعاجم موجود فيها الجذر الأساسي لهذا التعريف، اللي هو الرغبة في بذل مستويات عالية من الجهد للوصول إلى الأهداف التنظيمية أو أهداف المؤسسية، مشروط بالقدرة على تلبية بعض الاحتياجات الفردية. إذن هذا التعريف إذا أردنا الوقوف عنده كما سنرى، لدينا موضوع الرغبة، لدينا الجهد، لدينا الأهداف التنظيمية، ولدينا الحاجات الفردية. إذن من غير الممكن أن نتحدث عن التحفيز دون ربطه بموضوع الرغبة. التحفيز أول ما يفيدنا به هذا المفهوم هو أن التحفيز ليس شيئا خارجيا عن ذات الموظف أو العامل، قد تكون مثيراته خارجية، ولكن التحفيز في حد ذاته هو شيء داخلي، لأنه ينبع من الرغبة. إذن حينما نتحدث عن الرغبة نتحدث عن عنصر يملكه العامل أو الموظف. إذن التحفيز أولا ليس شيئا خارجي. ثانيا نتحدث عن الجهد. التحفيز ليس إغراء، ليس امتيازا، التحفيز ليس شيئا يتخلص منه، يتخلص بواسطته العامل من 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 تكلفة العمل، بل هو شيء يساعد على زيادة الجهد الذي نحفزه، إنما نحفزه من أجل أن يزيد من الجهد. والجهد ما هو؟ الجهد كما سبق أن تحدثنا عن ذلك في حصة سابقة حينما كنا نتحدث عن ضغوط العمل، الجهد هو الطاقة المبذولة في سبيل العمل. هذا التعريف كنا خديناه ديال بيير جارديلي. بيير جارديلي كما تعرفنا عليه بأنه عالم نفس شغل، سي ان بسيكولوج دي ترافاي فرنسي، عنده واحد الكتاب يحمل لا بسيكولوجي دي ترافاي منشور في السلسلة ديال كوسهيج. هذا الجهد هو الثمرة
ديال الرغبة التي هي المفهوم الأساسي في عملية التحفيز. ولكنه جهد باتجاه ماذا؟ هل هو جهد باتجاه أن يحقق الفرد ما يريده هو؟ لا، هو جهد بالدرجة الأولى لتحقيق الأهداف التنظيمية. الأهداف التنظيمية هي أهداف المؤسسة التي نجدها عادة مصاغة بشكل ملخص في رسالة المؤسسة. لا بد أن أشير من باب التنبيه فقط بأننا ميزنا سابقا ربما في المجزوءة ديال قيادة التغيير بين الهدف أو بين الأهداف وبين الرهانات، وكنا قلنا سابقا بأننا حينما نتحدث عن الأهداف نتحدث عن المشترك، يعني ما يجمع كل العاملين في مؤسسة معينة، بينما الرهانات هي الجانب الفردي. أنا أشتغل في مؤسسة من أجل أن أكسب المال، من أجل الترقي الاجتماعي، ولكنني في نفس الوقت أحقق هدف المؤسسة، مثلا هو التدريس، التعليم إلى غير ذلك. و لا يقلل، لا يمكن أن نقلل من شأن أي واحد من المكونين سواء الأهداف أو الرهانات. فالفرد حينما ينخرط كفرد فرهانته هي التي تدفعه للانخراط، ولكنه وهو يحقق رهانته يحقق الهدف المشترك. إذن الرغبة من أجل بذل جهد وجهد إضافي، يعني من أجل صرف طاقة من أجل تحقيق الأهداف التنظيمية، ولكنه كما قلنا لا يتجاهل رهانات الأفراد، ولكن في نفس الوقت له علاقة وثيقة بحاجات الأفراد. وهذا سنجد بأن بعض النظريات خصصت له، يعني النظرية بكاملها تتحدث عن الحاجات، مثل نظرية أبراهام ماسلو حول الحاجات، أو ماكليلان نفسه كما سنرى فيما بعد، أو السيكولوجي الأمريكي ويليام غلاسر، هذو كلهم تكلموا على الحاجات الفردية، بأنه لا معنى للحديث عن تحفيز بمعزل عن الحاجات الفردية. سنجد، وهذا سنراه بالتفصيل بعد قليل، مثلا أبراهام ماسلو يتحدث عن الحاجة إلى الأمن، يتحدث عن الحاجة إلى الانتماء إلى غير ذلك، وسنجد بأن ماكليلاند يتحدث عن نمط آخر من الحاجات، الحاجة إلى الإنجاز أو الحاجة إلى السلطة إلى غير ذلك. إذن الحاجات جزء من التحفيز، لأن هذه الحاجات هي التي تولد هذه الرغبة لدى الأفراد في بذل الجهد وتحقيق هذه الأشياء. إذن نحن أمام تعريف محكم ولكنه ليس تاما كما سنرى. الرغبة في بذل مستويات عالية من الجهد للوصول إلى الأهداف التنظيمية، وهذه الرغبة مشروطة بالقدرة على تلبية الاحتياجات الفردية، بمعنى أنه لا يعتقد أي مدبر بأنه بإمكانه أن يقوم بتحفيز العاملين معه دون أن ينتبه إلى حاجاتهم، فحاجاتهم مهمة جدا، وتجاهلها يعني غياب أي قدرة على التحفيز. هناك إضافة أخرى، أنه حالة داخلية تجعل بعض النتائج جذابة. هنا نحن نتحدث عن التحفيز، ولكن نتحدث عنه من زاوية الشخص الذي يعمل. فلو لم تكن النتائج التي يريد تحقيقها تمارس أي جاذبية بالنسبة له، فإن هذه الحالة الداخلية لن تتولد. هذه الحالة الداخلية التي تولد هذه الرغبة والتي نسميها نحن تحفيزا لن تتولد إذا لم تكن هناك، يعني لا تبدو له أي نتائج. إذن مكونات التحفيز التي سيدور حولها أو ستدور حولها هذه المحاضرة بكاملها نجمعها في هذه المثلث: التحفيز، الجهد، الحاجات، وأهداف المنظمة. هذه الأشياء نقف عندها بنوع من التفصيل. طيب، إذا أردنا أن نسير في اتجاه واحد ونرى كيف، ما هو المسار، يعني ما هي السيرورة، بروسيسوس، سيرورة عملية التحفيز نفسها كيف تسير، وهذه خطط نوعا ما مبسطة يعني ليست تامة، حذفت منها تفاصيل كثيرة. أولا، أول ما يستند إليه في عملية التحفيز هو الحاجة. إذن لابد أن تكون ثمة حاجة هي التي ستدفعنا إلى تحفيز هذا العامل أو هذا الموظف، أن تكون لديه هو حاجة، أو كما يقال، يمكن أن نسوق هذا المثال لنبين كيف أنه في غياب الحاجة لا وجود لأي فكرة تحفيز نفسها سوف لن تكون ممكنة.
أنت لا تستطيع أن تجبر حصانا لا يشعر بالعطش على الشرب. إذا هذا الحصان يمكن أن تأتي له بالماء وتريده أن يشرب، لن يشرب إلا إذا كان لديه حاجة إلى الماء. إذا الحاجة هي الأساس، هذه الحاجة تفعل فعلها، هذه الحاجة تولد توترا، وهذا التوتر توتر ليس سلبيا، التوتر هو جزء من جهد العمل وله صلة بجهد العمل. هذا الجهد يولد دافعا، دوافع السلوك كما نعلمها متعددة، ولكن التوترات هي دوافع. حتى في الحاجات الغذائية، حتى في جميع الحاجات هي أصلها توترات. الجوع توتر، يولد توتر، وهذا التوتر يدفعنا إلى البحث عن الغذاء. إذن الدافع هو الذي يوجه السلوك، الدوافع هي التي توجه سلوكنا. إذن الحاجة لدى الموظف أو العامل تولد لديه توترا، والتوتر يولد لديه الدافع، والدافع يعطي انطلاقة السلوك، والسلوك يسهم في تلبية الحاجة. إلى هنا سنعتقد بأننا ربما انتهى المسار. تلبية الحاجة تعني أوتوماتيكيا تخفيض التوتر. هل انتهت العملية؟ لا، لا تنتهي العملية. إذا نحن بمجرد ما تنتهي حاجة وينخفض التوتر تظهر دائما الحاجات. الحاجات هي شيء متجدد متولد، لذلك فنحن نقوم بالأعمال بشكل مستمر، بمجرد ما نلبي حاجة تظهر لدينا حاجة أخرى، وهكذا دواليك.